يهدف البرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى للارتقاء إلى نقل الإنسان من ظروف صعبة إلى حياة كريمة وأسرية، كما يعمل من أجل الحد من هذه الظاهرة لا سيما الأطفال وإعادة تأهيلهم صحيا وثقافيا واجتماعيا لدمجهم في المجتمع مرة أخرى. ومنذ انطلاقه في 2016 تعامل البرنامج مع 16617 طفلا، وتم إنقاذ 5707 أطفال ما بين دمج أسري أو دمج داخل دور الرعاية. المزيد حول هذا البرنامج نتابعه في هذا التقرير. ظاهرة الأطفال بلا مأوى كانت تعد من الظواهر الاجتماعية التي يعاني منها المجتمع المصري. ظروف عديدة دفعتهم لاتخاذ الشارع وأرصفته مأوى لهم دون حول لهم ولا قوة، إلى أن أطلق البرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى تحت رعاية رئيس الجمهورية، فتغير كل شيء. من سن 16 تستقبل هذه الدار الفتيات ضمن البرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى، والذي يهدف لإعادة تأهيل هذه الفتيات واحتوائهن وكسر الحاجز النفسي بينهن والمجتمع وإعادة دمجهن فيه. كل بنت طبعاً بيتحط لها خطة عمل على حدة مختلفة عن التانية، لأن كل بنت ليها ظروفها. طبعاً بيتم وضع خطة تأهيل للبنت، بنشتغل عليها كلنا كفريق عمل واحد، من خلال أن لو البنت كانت في مدرسة أو كانت في تعليم بنبدأ نرجعها تاني للتعليم بتاعها، البنت مش في مدرسة ومش في تعليم بنبدأ ندخلها للتدريب المهني، بتمر على الورش كلها لحد ما بتستقر على ورشة معينة وبتبدأ تطلع بقى إيه هي تقدر تعمله وتبدأ تشتغل عليه. من خلال كده بنبدأ نقول إن البنت دي فعلا هتفضل في ورش الخياطة، هتفضل في ورش الكروشيه، وتبدأ بعد كده تشتغل وتطلع منتج زي اللي احنا شايفينه عندنا هنا. بعد المعاناة يأتي طوق النجاة، فكم كانت قاسية عليهن تلك الظروف قبل دمجهن بالبرنامج الذي أتاح الأمان والطمأنينة والأعمال والأنشطة المتعددة التي تتمخض منها أحلام وطموحات المستقبل. البرنامج نفسه دعمني، هم هنا علموني كل شيء، أنا عاملة شغل جميل جدا وفي المعرض أكيد هتشوفوه. بحب أغير، بخش الخطا بعدها بخش الخرز كده، بحب أتجول نفسي في إيه لما أخرج أشتغل وأبني الحلم. هو كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي، كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي. الدار هنا أمان جدا، مفيش النوع ان انا احس بخوف ولا حاجه، لا ان هنا بنات كلنا. حلم حياتي ان انا اساسا ان انا لسه بحلم فيه ان انا بروح الخياطه وكده عشان اتعلم ايه علشان افتح محل ملابس، ده حلم حياتي. منذ انطلاقه عام 2016 تعامل البرنامج القومي لحمايه الاطفال والكبار بلا مأوى مع 16617 طفلا، وتم انقاذ 5707 طفلا ما بين دمج أسري أو دمج داخل دور الرعاية. فريق بينزل للأطفال في أماكن تجمعاتهم من خلال الأوتوبيسات الواحدة المتنقلة، يبدأ يتواصل معاهم، يجذبهم الأوتوبيس، يبدأ بعد كده نشتغل معاهم ونشوف نحدد مسارهم، إما إن هو يرجع أسرته لو الأسرة موجودة وإحنا يعني عارفينها ومتواصلين معاها ومؤهلة. في حال الأسرة مش مؤهلة أو الأسرة مش موجودة ساعتها بيتم إيداعها في دار رعاية زي اللي احنا موجودين فيها النهاردة. احنا عندنا في الرعاية اللاحقة وفي إدارة الحالة، ده فريق موجود في الوزارة في برنامج إدارة الحالة، دول مجموعة من الأخصائيين دورهم الأساسي إن هم بيتواصلوا مع الأطفال وأسرهم، نبدأ نساعد لو احنا طبعا كل ابن دفتر توفير موجود في المؤسسة لما بيتخرج بياخد الفلوس اللي موجودة في دفتر التوفير، كمان بنساعدهم بالتعاون مع المجتمع المدني والقطاع الخاص اللي احنا نساعدهم في توظيفهم في فرص عمل أو تدريبهم. هادفاً لتخطيط مستقبل أفضل، يعمل البرنامج في 10 محافظات تمثل 80% من حجم ظاهرة الأطفال بلا مأوى وفقاً لنتيجة مسح أجري عام 2014 وبتكلفة تبلغ 164 مليون جنيه. محمد بهاء الدين، أكسترا نيوز.